بني حنيفة، إن كان مسيلمة نبيا يحفظه الله ويرعاه فليأتي لمبارزتي إذن. نبي الله لا يقاتل أمثالك، فهلم ما إلي أنا لك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا سيف صله الله على الكافرين، فهل من مبارز؟ سيفي السخط، أعظم شيء حين يأتيك التفت. هل تسمعني يا مسيلمة؟ ما هذا؟ لماذا توقفت المبارزة؟ ما عاد أحد يخرج إلى خالد. مسيلمة، يا مسيلمة، إلي إلي يا مسيلمة، إني أدعوك إلي. ما هذا؟ لماذا يدعوني خالد؟ إنه يدعوك للمبارزة. أنا أبارز خالد؟ لا تذهب إليه يا أبت، بل أنبياء لا يبارزون. مسيلمة، هانذا أدعوك للتفاوض، فهلم إلي. أتسمع؟ يريد أن يفاوضني، يريد الحوار والتفاوض. لا تذهب إليه يا أبت، لا تذهب إليه يا نبي الله، لعله يريد قتلك. قتلي؟ كيف وهو يدعوني للتفاوض؟ لعل لديه ما يحقن دماءنا ودماءهم، سأذهب إليه، ولكن كونوا على غاية الحذر. أنا أدعوك للتفاوض يا مسيلمة، فتعال نتفاوض، خيرا من أن نقتتل. هيا سيدي خالد، إذا جاء مسيلمة أقتله بمزرقي. كلا، سيكون ذلك غدرا، وما خالد من يغدر. دعني أقتله، أريحك وأريح العالم منه. بل ابقى ورائي وامنع الغدر عني، وإذا انقضت واهجمه. أمر سيدي. مسيلمة، هانذا بانتظارك يا مسيلمة، فتعال إلي. اقترب لنتفاوض. على ماذا تريدنا أن نتفاوض يا خالد؟ على إنهاء هذه الحرب التي تدور رحاها بيننا، فوالله ما أرى لها نهاية. أنتم أقوياء ونحن أقوياء، فلماذا لا نكون معا على الأعداء يا مسيلمة؟ من أولئك الأعداء؟ الفرس والروم يا مسيلمة، نجلوهم عن العراق والشام، فتكون لنا ثرواتهم وخيراتهم، أراضيهم وكنوزهم. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تعتدي علينا قريش؟ سبق وأن أرسلت كتابا لمحمد أقول فيه: لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، لكن قريشا قوم يعتدون. لا لا، هذه المرة لن تكون قريش ممن يعتدون يا مسيلمة، فاطمئن، نكون معا في السراء والضراء.
لك ما لنا وعليك ما علينا. هذا الكلام والله. بل إن شئت نقتسم كل شيء مناصفة. إذا كان لنا النصف فأي الأنصاف تعطينا؟ لنا الروم ولك الفرس، لك عرش كسرى وكل ما يملك من ذهب وفضة. ستؤمن بي يا خالد، ستؤمن بي ذات يوم. هذا ما أوحي به إليّ.